نسبة اليمنيين الذين يعيشون في فقر مدقع سيتضاعف ثلاث مرات وسترتفع نسبتهم إلى 65% في, في العام 2022 وفقا للبرنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة نتيجة استمرار الحرب الحالية في اليمن التقرير الدولي هو الثاني في سلسلة تبيان تأثير الحرب والنزاع المسلح على التنمية في اليمن في ظل الصراع تحرص ميليشيا الحوثي على إدامته مستخدمة المدنيين دروعا وأدوات للضغط والابتزاز لنيل مزيد من المكاسب. وزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية محمد الحضرمي ومن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن بلاده تمكنت من كبح جماح وجنون الميليشيات الحوثية. وأضاف الوزير اليمني أن الحرب فرضت على اليمن من قبل ميليشيات عقائدية مدعومة من إيران. قامت بتدمير كل شيء في اليمن بما فيها حق المواطنه. وزير الخارجيه اليمني حمل ايضا مجلس الامن مسؤوليه الزام الميليشيات الحوثيه الانسحاب من الحديده والضغط عليها لتنفيذ الاتفاقات الدوليه التي لم يتم احراز اي تقدم في تنفيذ بنودها وسط تنصل وعرقلة واضحة للحوثيين في تطبيقها على أرض الواقع مؤكدا أن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية بشأن التسوية الشاملة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العاصمة السويدية ستوكهولم حول الحديدة وهو ما ينبغي الضغط بشأنه مشيرا إلى أن الحكومة لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل ويلتزم بالاتفاقات الجديدة ووسط تقاعس دولي واضح بشان ازمه اليمن المستمره منذ نحو خمسه اعوام، فان ميليشيا الحوثي وجدت البيئه والظرف المناسبين لمواصله مزايداتها ومتاجرتها بقضايا الشعب اليمني تحت شعار الموت لامريكا، الذي لم يغني ولم يشبع بطون سبعه ملايين طفل يمني لا يستطيعون النوم بسبب الجوع وفقا لمنظمه سام للحقوق والحريات.